بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل السؤال 4.2. طبعا اللي قدامنا ده هو الحل الكامل للسؤال، بس انا هحله معاكم من البدايه خالص وهرسم معاكم الرسمه علشان نقدر نفهمه بشكل احسن. طيب السؤال بيقول لي ان انا عندي 4 ريجسترز R0 R1 R2 R3. انا عندي 4 ريجسترز اهم، خلينا نعملهم بلون تاني. عندي 4 ريجسترز، ماشي، والريجسترز دي هي R0 R1 R2 R3. طيب الريجسترز دي متوصلة من خلال 4 في 1 ملتبلكسر لريجستر R5. يعني هو بيقول ان انا عندي هنا في النص كده 4 في 1 ملتبلكسر، كده 4 في 1 ماكس. طيب 4 في 1 ماكس يعني ايه؟ يعني اكيد ليه 4 انبوت واوتبوت وحيد، وطالما 4 في 1 ماكس يبقى ليه كام سيلكتور؟ يبقى ليه 2 سيلكتور اللي هما S0 و S1. ده الانبوت رقم 0، رقم 1، رقم 2، رقم 3. هو بيقول ان الاربع ريجسترز دول متوصلين بالمالتيبلكسر، يبقى هما اكيد متوصلين بالشكل ده. متوصلين من خلال المالتيبلكسر ده بريجستر خامس R5، يبقى اكيد الاوتبوت هيروح للريجستر R5 بالشكل ده. ادي R5 متوصلين بالشكل ده. انا كل ده ماشي مع الكلام وبترجمه للرسمة، لسه ما حلناش السؤال. بيقول ان كل ريجستر من دول 8 بت، يعني كل ريجستر من دول متقسم من جوه ل 8 بت. ده معناه ايه؟ معناه ان اللاين الواحد من دول اكيد 8 بت، فهنحط كده علامة 8، معناها ان دول كده 8 خطوط من جوه مش خط واحد. كل ريجستر من دول عبارة عن 8 بت. طيب دي الرسمة. الرسمة دي بقى عايزين نعمل لها كنترول سيركت بحيث المايكرو اوبريشنز دي تتحقق، اللي هي ايه؟ اللي هي عند T0 R الريجستر R0 يتنقل ل R5. يعني عند التايم T0 ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان قيمة R0 تروح من المالتيبلكسر وتتحط جوه R5، وعند T1 الريجستر R1 هو اللي يروح ويتنقل قيمته جوه R5، وعند التايم T2 الريجستر R2 هو اللي قيمته تروح وتتحط جوه ال R5، وعند التايم T3 الريجستر R3 هو اللي قيمته تتحط جوه R5. طيب الكلام ده نعمله عن طريق ايه؟ اكيد عن طريق السيلكتورز. احنا عندنا هنا 2 سيلكتورز. السيلكتورز دول وظيفتهم ايه؟ تعالى افكرك كده بالمالتيبلكسر على جنب. المالتيبلكسر انا عندي سيلكتور S0 و S1، ماشي، نرسمه بنفس الترتيب احسن. ده كده S0 وده كده S1. طيب دول 2 بت، ايه القيم المختلفة اللي ممكن ياخدوها؟ اكيد هياخدوا 4 قيم، يا اما 0 0، يا اما 1 0، يا اما 0 1، يا اما 1 1. لو انا دخلت على المالتيبلكسر 0 0، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الانبوت اللي داخل على المكان رقم 0 هو ده اللي هيطلع على الاوتبوت. يعني لو انا دخلت الانبوت 0 0، ده هيطلع لي الريجستر R0. طيب طب لو 0 1، لو 0 1، لو انا دخلت على المالتيبلكسر 0 1 بالشكل ده، مفروض الانبوت التاني هو اللي يطلع على الاوتبوت اللي هو الريجستر R1. طب لو انا دخلت 0 1 اللي هو العكس، يعني ده كده 1 وده 0، المفروض الانبوت التالت هو اللي يطلع على الاوتبوت اللي هو R2. واخر حاجة لو انا دخلت 1 1، المفروض الانبوت التالت والاخير هو اللي يطلع على الريجستر R5. كده احنا فهمنا فكرة الجدول ده. وخلي بالك علشان القيم دي تطلع من الاوتبوت بتاع المالتيبلكسر وتتحط جوه الريجستر R5، لازم يكون اللود بتاع الريجستر ده متفعل بواحد، لان هو لو بصفر القيم دي مش هتتحط جوه R5، لو بواحد القيم دي هتتحط جوه R5. يبقى نقدر بقى نرسم. احنا دلوقتي عايزين ديزاين الكنترول سيركت اللي هي داخله على السيلكتورز ديت، فاحنا هنعملها ازاي بقى؟ احنا عندنا 4 قيم مختلفه للT0 T1 T2 T3، هما دول اللي هيكونوا انبوت للكنترول سيركت دي. فادي القيم T0 T1
تي 2 تي 3 ماشي. عندنا اول حالة خالص ان يكون كلهم بصفار. الحالة التانية ان تي 0 دي هي اللي تكون بواحد والباقي بصفار، يعني 1 0 0 0. الحالة التالتة ان تي 1 هي اللي تكون بواحد والباقي كله بصفار، يعني 0 1 0 0. والحالة التالتة ان تي 2 هي اللي تكون بواحد اهي والباقي كله بصفار، يعني 0 0 1 1 واحد صفر. والحالة الأخيرة ان يكون تي 3 هو اللي بواحد والباقي كله بصفار، يعني 0 0 0 1. طيب تعال نبدأ من الحالة التانية. لو انا عندي تي 0 هو اللي بواحد والباقي كله بصفار، انا عايز قيمة السلكتور تبقى بكام؟ لو انا عندي تي 0 هي اللي بواحد والباقي كله بصفار، انا عايز ار 0 هو اللي يخش على ار 5، يعني عايز ار 0 ده هو اللي يعدي ويتحط جوه ار 5، يعني عايز الانبوت رقم 0، يعني عايز ادخل على السلكتور 0 0. يبقى انا عايز هنا تبقى اس 0 واس 1 تبقى قيمهم 0 هنا، انا اسف هنا 0 0. دي اول حاله خالص. طيب لو تي 1 هي اللي بواحد والباقي كله بصفار، اللي هي الحاله الثانيه دي، يعني لو تي 1 هو اللي بواحد والباقي كله بصفار، انا عايز ار 1 هي اللي تعدي وتروح لار 5، عايز ار 1 هي اللي تعدي وتروح على ار 5، يعني عايز الانبوت رقم 1 اللي هو الانبوت الثاني هو اللي يعدي، يعني عايز السلكتور تبقى بكام؟ عايز السلكتور تبقى بواحد صفر. تعال نبص على الحاله الثالثه. الحاله الثالثه لو تي 2 هو اللي بواحد والباقي كله بصفار، لو تي 2 هو اللي بواحد والباقي كله بصفار، انا عايز ار 2 هو اللي يعدي يروح لار 5، ار 2 هو اللي يعدي ويروح لار 5، يعني انا عايز ادخل سلكتور 1 0 عشان الكلام ده يحصل. طيب اخر حاله خالص، لو انا عندي تي 3 هي اللي بواحد، عايز ايه اللي يحصل؟ عايز اللي يحصل ان ار 3 هي اللي تعدي وتروح لار 5 اللي هو الريجستر الاخير، يعني عايز ادخل على السلكتورز دي 1 1، السلكتورز دي لازم تبقى ب 1 1. طيب امال لو كان بقى تي 0 ب 0 وتي 1 ب 0 وتي 2 ب 0 وتي 3 ب 0، اللي هي اول حاله خالص دي، اول حاله خالص دي دونت كير. ليه؟ لانها مش مذكوره من ضمن الحالات بتاعتي. انا عندي الحالات اللي موجوده، يا اما تي 0 هي اللي هتكون بواحد والباقي كله بصفار، يا اما تي 1 هو اللي هيكون بواحد والباقي كله بصفار، يا اما تي 2 هي اللي هتكون بواحد والباقي كله بصفار، يا اما تي 3 هي اللي هتكون بواحد والباقي كله بصفار. لكن حاله ان يكون تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 كلهم بصفار دي مش مذكوره عندي، يعني دونت كير. طيب وعندي كمان فكره اللود، هو اساسا عشان اي قيمه من دول سواء ار 0 او ار 1 او ار 2 او ار 3 تطلع من الاوتبوت وتتنقل بقى جوه ار 5 لازم يكون اللود بت ده بواحد، يعني لازم يكون اللود بت ده بواحد في الحاله دي ودي ودي ودي. اول حاله خالص هيكون بصفر. ليه؟ لان لو كلهم بصفار فانا مش عايز ولا ريجستر من دول يتحط جوه ار 5، انا عايز الريجستر اللي يطلع على الاوتبوت ده يتحط جوه ار 5 في حالتين، يا اما تي 0 هي اللي تكون بواحد، يا اما تي 1 هي اللي تكون بواحد، يا اما تي 2 هي اللي تكون بواحد، يا اما تي 3 هي اللي تكون بواحد. ففي الاربع حالات دول اللودنج هيحصل. لكن الحاله الاولانيه خالص دي اللود بصفر عشان مفيش اي ريجستر من دول يتحط جوه ار 5. طيب تعالى بقى نديزاين السيركت ديت. احنا كده عندنا اربعه انبوت اللي هم اهو تي 0 تي 1 تي 2 تي 3، ده الانبوت بتاعنا. خلي بالك ده كده، ده كده الانبوت. لو انتوا فاكرين بقى الكلام ده من تصميم منطقه رقم، ده كده الانبوت وده الاوتبوت. كنا دايما بنجيب الاوتبوت بدلاله الانبوت. فانا دلوقتي عايز اديزاين السيركت بتاع اس 0، فاعمل ايه؟ هشوف الاس 0 دي بواحد امتى، هلاقيها ان هي بواحد في الحاله دي والحاله دي، يعني اس 0 نقدر نقول ان هي بتساوي الحاله دي اللي هي عندها عند تي 2 بواحد، اور الحالة دي اللي هي عند تي 3 بواحد، يعني اس 0 هي اورنج ما بين تي 2 وتي 3. طيب تعالى نديزاين اس 1. طيب اس 1 خلينا نعملها بس بلون مختلف عشان ما نتلخبطش. طيب اس 1 دي هلاقيها ان هي بواحد في الحالة دي وبواحد في الحالة دي، يعني هي بواحد امتى؟ اس 1 بواحد في حالة ان تي 1 هي اللي تكون بواحد اور
دي ثلاثة هي اللي تكون بواحد. ادي كده عملنا ديزاين لي اس واحد. طب اخر حاجة اللود. اللود هنلاقيه ان هو بواحد في الاربع حالات دول، اللي هو يا اما تكون تي زيرو هي اللي بواحد، يعني اللود نقدر نقول ان هو اما نكون تي زيرو هي اللي بواحد، اور الحالة التانية ان تكون تي واحد هي اللي بواحد، اور الحالة التالتة ان تكون تي اتنين هي اللي بواحد، اور الحالة الاخيرة ان تكون تي تلاتة هي اللي تكون بواحد. يعني اذا اللود ده مش بيتحقق غير لما يكون على الاقل في واحدة من التهات دي بواحد. لكن الحالة الوحيدة اللي مش هتتحقق اللود دي امتى؟ لو كان كله بصفار، اللي هي الحالة الاولانية خالص. فلو على الاقل عندي تي منهم بواحد اللود هيتحقق، غير كده اللود مش هيتحقق. ده معنى الجملة. طيب يبقى انا عندي هنا اول حاجة انا عايز ادخل او عايز ارسم بقى الدايرة دي. الدايرة دي اللي هي اس زيرو بتساوي تي اتنين اور تي تلاتة. يبقى انا عندي هنا اور جيت هتدخل على اس زيرو، ادي الاور جيت اهي، ليها تو انبوت اما تي اتنين او تي تلاتة، يعني تي اتنين او تي تلاتة اورنج ما بينهم هتدخل على اس زيرو. طيب بالنسبة لتي واحد او بالنسبة لاس واحد هي ايه؟ هي اورنج ما بين تي واحد وتي تلاتة. يبقى ادي اور جيت اهي ما بين تي واحد وما بين تي تلاتة. واخر حاجة اللود. اللود ده المفروض يكون محطوط فين؟ اللود ده محطوط هنا، يعني اللود بيت المفروض يكون محطوط هنا، لان ده كده لو دخل بصفر مفيش اي لودنج هيحصل للقيم اللي طالعه من المالتبلكسر لار 5، لكن لو بواحد القيمة اللي موجودة هتطلع بار 5. طيب واللود ده اللي هو ايه؟ اللي هو اورنج بقى لكل اتجاه تي 0 تي 1 تي 2 تي 3. فادي اور جيت اهي ليها 4 انبوت وداخله هنا كده، وداخلها ايه بقى؟ داخلها تي 0 وتي 1 ممكن ناخدها من هنا كده تي 1 اهي على طول، وتي 2 اهي ممكن ناخدها من هنا كده، وتي 3 ممكن ناخدها من هنا كده. يبقى دي كده الرسمه الكامله اللي قدامنا. ده كده الحل النهائي. طبعا هبعت لكم الحل ده ان شاء الله على الجروب.